بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الفصل الثاني في النوع الخامس، وهو نوع المتشابه من القرآن، ما جاء على حرفين، يعني جاء في موضعين، حرفين هنا يقصد موضعين، يعني تلاقي آيات معينة جت في موضعين بطريقة معينة، زي مثلا لعلكم تتفكرون جت في سورة البقرة في موضعين، ولكن أكثرهم لا يشكرون جت في سورة يونس وفي سورة النمل، أكثرهم ما فيش أكثر الناس، أكثر الناس لا يشكرون جت في مواضع تانية، لكن أكثرهم لا يشكرون بغير ذكر الناس كده، دي جت في النمل، وجت أيضا فين؟ في سورة يونس، في أن الله غفور حليم، وإن الله غفور حليم، أن الله غفور حليم دي في البقرة، وإن الله غفور حليم دي في آل عمران، آية 155 في آل عمران. وأما والله غفور حليم فواحدة، والله غفور حليم جت في البقرة في موضع واحد، وكذلك فيها غني حليم في البقرة برضو، ما جاتش في حتة تانية في القرآن كله غني حليم إلا في الموضع ده، قول ومعروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. تيجي تلف في القرآن بتدور على غني حليم، تيجي تاني في حتة تانية ما تلاقيش. أما الحكيم العليم فجت في الزخرف وفي الزاريات، في الزخرف في آية 84 والزاريات آية 30. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، فقال الملأ الذين كفروا، شوف فقال بالفاء الأول مش وقال، فقال، والملأ الذين كفروا من قومه جت في موضعين في قصة سيدنا نوح، في سورة هود وفي المؤمنون، اثنان في قصة نوح في السورتين بالفاء، بالفاء يعني فقال مش فقالوا أو وقالوا. أما عذاب يوم أليم فجت في سورة هود وفي سورة الزخرف، من عباده ويقدر له، يبسط الرزق على من يشاء من عباده ويقدر له، جت في العنكبوت وسبق. وأما الذي في القصص في آية 82، من عباده ويقدر لولا، مش ويقدر له، ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا، اللي لما قال ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إيه لولا، مش ويقدر له بقى، ويقدر لولا أمن الله علينا لا خسف بنا، في خطأ مطبعي في الموضع ده عندي في الكتاب فصححه زي ما قرأته كما قرأته، اللي هي آية 82 في القصص. وباقي القرآن ويقدر، ما فيش بقى ويقدر له، يقدر بس، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما يقولش له في باقي القرآن، جت في الرعد وفي الإسراء، في الرعد في آية 26 والإسراء آية 30 والروم آية 37 وسبأ آية 36 والشورى آية 12، فيها يقدر من غير له ويقدر بس. فلما أن جت في موضعين، فلما أن جاء البشير سورة يوسف آية 96، وفي سورة القصص فلما أن أراد أن يبطش بالذي،
ومن أظلم ممن افترى، ومن مش فمن بقى، ومن أظلم ممن افترى، اللي جت في الأنعام بالواو حرفان في الأنعام في آية 21 وآية 93. أما في يونس فمن أظلم بالفاء، فمن أظلم، وممكن أنت تستدرك عليه وتقول إن جت برضه في هود، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، في سورة هود وفي سورة العنكبوت برضو جت، ومن أظلم ممن افترى. يبقى تعتبر أربع حروف مش حرفان، ومن أظلم، وهنا عداها حرفان، فات عليه موضعين، جل من لا يسوى. أعرض في سورة السجدة آية 22 مرتين، وفي الكهف يعني جت مرتين، في الكهف إلا في الأول اللي هي في سورة الكهف، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه في الكهف آية 57، والثاني ثم أعرض عنها. أطيعوا الله والرسول بغير تكرار، أطيعوا يعني في مواضع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي موضعان بغير تكرار كلمة أطيعوا، وأطيعوا الله والرسول من غير تكرار الطاعة حرفان يعني موضعان، وهما في قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، آل عمران آية 22 32، وفي آل عمران أيضا آية 132، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجاءهم البينات في آل عمران في موضعان 86 وآية 105 بغير تاء، جاءهم البينات، تلاقي في البقرة جاءتهم، لكن هنا جاءهم البينات في موضعان. وما تنفقوا من شيء في سورة آل عمران، وكذا في الأنفال، آل عمران آية 92 والأنفال آية 60، موضعان حرفان يعني. فإن كذبوك، فإن بالفاء كده مش وإن كذبوك، فإن كذبوك جاءت في آل عمران في آية 184 وفي الأنعام آية 147 بالفاء. قل أرأيتكم إن، قل أرأيتكم إن جت مرتين في الأنعام حرفان، الأنعام آية 40 والأنعام آية 47. لا يهدي القوم الفاسقين، جت في التوبة والمنافقون حرفان، التوبة جت في آية 24 وآية 80 والمنافقون آية 6. إن الله لقوي عزيز، شوف إن الله مش قوي بقى، لقوي عزيز بالتأكيد بزيادة اللام، موضعان في الحج آية 40 وآية 74. فأصبحوا في ديارهم جاثمين، جت موضعين في هود آية 67 في هود في قصة صالح وشعيب. بعض المشايخ قالوا ما كان فيه الصيحة فهو ديارهم على الجمع، وما كان فيه الرجفة فهو دارهم بالتوحيد يعني بالإفراد، يعني ما يقول أما يقول الصيحة يبقى ديارهم، تمام اللي تقول ديارهم، أما يقول الرجفة يبقى دارهم بالإفراد، عشان تاخد بالك، وهي جت الصيحة وديارهم جت في هود. وما كان لهم من دون الله من أولياء، بتكرير من في الحرفين، ما كان لهم من دون الله من أولياء، في مواضع تلاقي بتكرر لهم من دون الله أولياء، فيش من متكرر، لكن في هود مرتين من أولياء بتكرار من في آية 20 وآية 113. أليس في جهنم مثوى للكافرين، جت في العنكبوت آية 68 وفي الزمر آية 32. إن في ذلك لآية للمؤمنين، جت في الحجر آية 77 وفي العنكبوت آية 44 بلفظ التوحيد، لآية مش لآيات، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أما تبع فمن تبع هداي، ساعة يقول تبع وساعة يقول من اتبع، جت تبع في البقرة بإسقاط الألف في موضعان آية 38 وفي آل عمران
يعني في البقرة آية 38 وفي آل عمران آية 4. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى العرش، بتكرار ما بينهما. ساعة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ما قلتش ما بينهما، جت في موضعان ما بينهما، دي في الفرقان وفي السجدة. الفرقان آية 59 والسجدة آية 4. إلى أجل مسمى في موضعان، إلى أجل مسمى في لقمان آية 29 والشورى آية 14. واللهو قبل اللعب حرفان في موضعان، في الأعراف والعنكبوت، ودي قلناها قبل كده. أولم يهدي بالواو، مش أفلم، أولم بالواو كده، أولم يهدي، جت في الأعراف في آية 100 وفي السجدة آية 26. ثم يوم القيامة جت في موضعان برضو، النحل 37 والعنكبوت 25. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، جت في آل عمران وفي النور بزيادة من حرفان، لكن في البقرة والنساء إلا الذين تابوا وأصلحوا، ما فيش من بعد ذلك، إلا الذين تابوا وأصلحوا. في البقرة آية 160 والنساء آية 146. ولله ميراث السماوات والأرض، جت في آل عمران في آية 180 وفي الحديد آية 10، موضعان يعني. له مقاليد السماوات والأرض، جت في الزمر وفي الشورى، مقاليد. الزمر آية 63 والشورى آية 12. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، إخبارا عن الجماعة في الغيب. ساعة تيجي يجزون وتجزون، يجزون هنا إيه؟ بالغائب. جت في الأعراف آية 147 وسبق آية 33. أموات بالرفع، في أموات بل أحياء في سورة البقرة آية 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ولكن لا تشعرون آية 154. وجت برضو في النحل، في أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون في سورة النحل آية 21. ونقف عند هذا الحد ونتكلم فيما جاء على ثلاثة أحرف، يعني جاء في ثلاث مواضع، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.